بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 35. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما بقي من كتاب الأذان وباب الأذان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، بين الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم، وبين المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير، فدل على جواز الجمع بين الصلاتين في السفر في الحج وفي غيره، وهذا من الرخص التي رخص الله بها لعباده إذا كانوا مسافرين، وكذلك المرضى إذا احتاجوا إلى الجمع بين الصلاتين فإنهم يجمعون بينهما، وكذلك إذا احتاج الناس إلى الجمع في البلد من أجل المطر بين المغرب والعشاء خاصة، فإنهم يجمعون بين المغرب والعشاء من أجل المطر والوحل. فهذه الحالات التي يباح فيها الجمع بين الصلاتين: السفر، المرض، بين المغرب والعشاء للمطر في البلد. نعم. وأذن ابن مسعود وأقام بجمع وأقام لكل واحدة منهما أذانا وإقامة. أذن ابن مسعود وأقام بجمع، يعني في مزدلفة، أقام لكل واحدة إقامة. وأما الأذان فالوارد في السنة أنه يؤذن أذانا واحدا للصلاتين، نعم، كما في الحديث السابق، ولكن لعل هذا اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. باب المواقيت. مواقيت جمع ميقات، وهي مواقيت الصلاة، لأن الصلاة لها مواقيت بينها الله سبحانه وتعالى بقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية فيها الجمع، فيها بيان مواقيت الصلاة مجملة، وجاءت السنة في بيان مواقيتها مفصلة، وهي خمسة مواقيت: وقت الفجر، وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب، وقت العشاء. نعم. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاء المغرب فقال: قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر
فقال قم فصله فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال حين سطع الفجر ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاء للعصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ثم جاء للمغرب وقتا واحدا ولم يزل عنه ثم جاء للعشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا فقال قم فصله فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين وقت. رواه أحمد والنسائي وقال البخاري هو أصح شيء في المواقيت. نعم، هذا الحديث حديث عظيم فيه بيان مواقيت الصلاة، وذلك أن جبريل عليه السلام نزل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت جميع الصلوات في أول وقتها، أما هو فيها في أول وقتها، ثم نزل من اليوم الثاني فصلى الصلوات الخمس في آخر وقتها، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. هذا فيه بيان أن الفريضة لها مواقيت بينها الله عز وجل، وهي أن صلاة الظهر حين تزول الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب، أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني لزوالها من على الرؤوس إلى جهة المغرب أو جهة الغرب، لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر سماها قرآنا لأنها تطول فيها القراءة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تحضره ملائكة النهار الحفظة وملائكة الليل، فيصعد الذين كانوا في النهار ويبقى الذين كانوا لليل، ويجتمعون في صلاة الفجر ملائكة النهار وملائكة الليل، ويجتمعون مرة ثانية في صلاة العصر، ففيه فضيلة هاتين الصلاتين لأنهما تحضرهما الملائكة مع المسلمين. فيه بيان أن صلاة أول صلاة الظهر حين تزول الشمس عن الرؤوس إلى الغرب هذا أول وقتها، وآخرها حين يصير ظل كل شيء مثله، وحينئذ يدخل وقت العصر ويخرج وقت الظهر، وأن صلاة العصر أولها حين يصير ظل كل شيء مثله وآخرها إلى حين تصفر الشمس، وأن صلاة المغرب وقتها واحد حينما تغرب الشمس وليس لها وقت آخر، وأن صلاة العشاء يبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر ويمتد إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل وقت الاختيار، وأما وقت الضرورة فإلى طلوع الفجر. نعم. وللترمذي عن ابن عباس وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فذكر نحو حديث جابر إلا أنه قال فيه وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وقال فيه ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين. نعم، هذا فيه كما سبق أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت الصلاة وفي آخره، وقال الصلاة بين هذين الوقتين، تصليها في أول الوقت، تصليها في وسطه، تصليها في آخره، وذلك أن
أن هذا موسع، وقت الصلاة ولله الحمد موسع، فوقت الظهر من حين يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ويدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، ويمتد إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس، ثم يبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، وقت المغرب حين صلاة المغرب حين تغرب الشمس، وليس لها إلا وقت واحد، ليس لها إلا وقت واحد، ثم يدخل وقت العشاء إذا خرج وقت المغرب، إذا خرج وقت المغرب حينما يغيب الشفق الأحمر، ثم صلاة الفجر في وقتها. نعم. وعن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. صلي الظهر إذا دحضت الشمس، يعني إذا زالت عن الرؤوس إلى الغرب، يقال دحضت ويقال زالت ويقال دلكت، دلوك الشمس. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعا: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. صلاة الظهر حينما تزول الشمس، صلاة الظهر حينما تزول الشمس من المشرق إلى المغرب، تزول عن الرؤوس، هذا دخول وقت صلاة الظهر، وتصلى في أول وقتها، إلا إذا اشتد الحر في الصيف فإنهم يبردون بالصلاة دفعا للمشقة، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني من نفس جهنم والعياذ بالله، ففيه مشروعية الإبراد بالصلاة في وقت الحر، وأن لا يصلوها في أول وقتها، وإنما يصلونها إذا صار للحيطان ظل كما جاء في الحديث. نعم. وروى ابن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يؤخرون الظهر ويعجلون العصر في اليوم المتغيم. نعم، هذا الجمع الصوري، وهو أن تصلى الصلاة الأولى في آخر وقتها، وتصلى الصلاة الثانية في أول وقتها، هذا يسمى بالجمع الصوري، وذلك عند الحاجة، إذا كان يوم غيم ومطر فإنهم يجمعون جمعا صوريا تخفيفا على الناس، ليكون خروجهم مرة واحدة للصلاتين. نعم. وعن أبي ذر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد، حتى رأينا فيء التلول. هذا فيه دليل على مشروعية واستحباب تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها إلى أن يبردوا رفقا بالناس. نعم. فيء التلول يعني المرتفعات، والفيء هو الظل، ظلها. نعم. وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. هذا آخر مواقيت الصلاة، وقت صلاة الظهر ما لم يدخل وقت العصر، كل هذا وقت لصلاة الظهر، من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله مساويا له، ووقت صلاة العصر من صيرورة الظل مثل الشاخص إلى أن تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب من مغيب الشمس إلى ثوران الشفق، والشفق الأحمر
حينئذ يدخل وقت العشاء. نعم، وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله. هذا يزيد الرئيس، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.